طيب يا سيدي، إلا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ينات ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني وحديث أخرجه الإمام البخاري ونفغاذي وغالذي والغرس، رقم الحديث نمره 5991 سامين نفسهم كتر بنتيانس أطلق الحديثي ومن الحديثي وقال لي شي قرن عمي إزوريد الزور ودي زورارا والزور. هذا مكان، هذه هي الرجل إجماع إذا يدعى الخير أسين غير الخير ودينا رأى ما نقولوش أو كيف سي ساعة تلقزين كولاش يغالو قلمون سي ضران نقلب كلش إلا صوتو سيدنا كيما الشركة إلا قالو دريسمون ليس الواصل بالمكافئ. أما شي وين كي زورنا تزورا وكي يعتبر مكافئ إنك على خير نزال الخير السلام عليكم وعليكم السلام خاطي إنك الواصل وريني على كتافك هما يقطعوا انت تربط نثني هذه تزملك شيري خير اجبر اين يرزا نويا افنو اين هد نويا الزيزدي اين سلوغ نويا تقيت شرعيث وما تفغير ولا تقيت قبيليث.